ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار من أعلى مستوى له في شهرين، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يقيم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي. هذا وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1945 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 من شهر مارس عند 1936 دولار.